السؤال هو أي دور لعبه زملائك وتمنيت أنت تكون محله؟ بين تيم حسن في الهيبة، عابد فهد في لعبة الموت، مكسيم خليل في روبي. لا رح غطي الصحن، بقدر جاوب. نعم شفت؟ يعني أكيد أي ممثل بيشتغل دور بيعطيه من روحه، بيعطيه من خصوصيته، ما حدا رح يشبه. بس أنا إذا بتقلي لي هيبة أو روبي أو لعبة الموت، من وجهة نظري الحالة بالنسبة لي الأنضج درامياً كقصة كأحداث كحالة أنا كممثل بتشدني هو لعبة الموت. فليست المسألة أنه عابد لعب الدور أو تيم لعب دور، حالة العمل ككل، دور اللي عمله عابد فهد أنا لو عامله بحط فيه بصمة كويسة كتير. أكيد هذا رأيي.